يقدم في أحد مطاعم ولاية كارولينا الشمالية، وإليه يضيف الطهاة الحشرات والسحالي والسلاحف والعناكب. هو واحد من أكثر أنواع البرجر شعبية يفوزون به في اليانصيب. لنتابع. علي أن ألتهم خوفي أولاً. تتذوق كريستين برجراً خاصاً مع الروتيلاء، ولقد فازت بهذا الغذاء الغريب في سحب اليانصيب. يقرمش وأطرافه جافة، لقد أعجبني، أود أن أكل مثل هذا البرجر مرة أخرى، فهو يذكرك برقائق البطاطا. يفوزون في هذا المطعم خلال الشهر الواحد ب15 برجراً مع الحشرات. ألهمت كمبوديا صاحب هذه المؤسسة سيد جروس لإدخال هذه التعديلات على الوجبات المعتادة، إذ يقدم هذه الحشرات عادة باعة الطعام في شوارع كمبوديا. أنا أول من تذوق الروتيلاء لأتأكد من أنها آمنة، وبدأوا الآن يربونها في المزرعة من أجل حاجتنا. يطعمونها العلف الحيواني مثل الصراصير، يحضرونها ويحضروها إلينا. هذه وسيلة رائعة لتعويد الناس على تنوع المطابخ. يمنحون الفائزين في اليانصيب مهلة يومين للقدوم إلى المطعم وتذوق الطبق، ويقول الطهاة أن أحداً لم يرفض جائزته حتى الآن، وإن عدد المشاركين في يانصيب الراغبين بتذوق البرجر مع الروتيلاء يقدر بالمئات.